ثانويات وأقسام متخصصة للتلاميذ المتفوقين تعتزم الحكومة إنشاءها قريباً بحسب ما جاء في آخر عدد من الجريدة الرسمية. الالتحاق بهذه الأقسام والثانويات المتخصصة تقوم به لجنة تقدير تنشأ لذات الغرض ووفقاً لمعايير القبول والكفاءات المطلوبة. بما أننا ننادي بمنح فرصة للمتعثرين، لذلك المتفوقون والمتميزون لهم الحق للحصول على فرصة للتميز. المؤسسات التربوية المتخصصة تضمن للتلاميذ تعليماً ثانوياً عاماً وتكنولوجياً موجهاً للذين حصلوا على نتائج تثبت تفوقهم، ويتم اختيار الأساتذة من بين المتفوقين، ويخضع التلاميذ لبرنامج خاص مطابق لبرنامج شهادة دولية يخول لهم الحق في الحصول على بكالوريا دولية إضافة إلى البكالوريا الوطنية. في فوائد كثيرة جدا، فائدة للتلاميذ، فائدة للمنظومة التربوية، وفائدة للوطن ككل. الجزائر بحاجة إلى إطارات متخصصة وكفاءات من نوع المتميز. وأشار المرسوم الموقع من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى إلى إمكانية استعانة الثانويات المتخصصة عند الحاجة بموظفين متعاقدين تتوفر فيهم الكفاءات المطلوبة.